في عندنا نظام الحقيقه موجود في بعض الاجهزه بيسموه الاوتوماتيك اكسبوجر كنترول. احنا بنتكلم مثلا عن ملي امبير سكند تايمر، هو بيحدد لي الملي امبير والتايم بالسكند اللي ماشي داخل اللي بيبقى فيه كارنت ماشي داخل التيوب. بس اكشوالي هو ده المفروض يحدد لي الكوانتيتي، بس انا اكشوالي ما اعرفش اكزاكتلي هاو ماتش من الكوانتيتي دي هو اللي ماشي فعلا وعمل لي الصوره. فالاوتوماتيك اكسبوجر كنترول هدفه ان هو يقيس الاكشوال فوتونز اللي هي موجوده في النظام بتساوي كام. يعني بمعنى ممكن ان انا مثلا اجي هنا، ده الايمج ريسبتور مثلا، المفروض الاكس راي بتيجي من الاكس راي تيوب كده تدخل في البيشنت وتيجي بعد كده تعمل لي اكسبوجر للايمج ريسبتور. لو انا جيت حطيت هنا فلوريسنت سكرين، الفلوريسنت سكرين دي بتاخد الاكس راي فوتونز اللي هي بتبقى فيري هاي انرجي وتحولها لفيزيبل لايت فوتونز. فيزيبل لايت فوتونز يعني بمعنى ان بيبقى في عندي بقى كان مثلا عندي حاجه زي مثلا زي الشاشه بتاعه السي ار تي زمان، زي الشاشه بتاعه التلفزيونات القديمه اللي هي كانت معموله من تيوبز. فبنتكلم على ان هي الفلوريسنت سكرين بتحول لي الفوتونز بتاعه الاكس راي لاضاءه، وممكن الاضاءه دي اقيسها بفوتو دايت، وبالتالي ممكن ان انا منها اعرف عدد الفوتونز اللي جت كام بالظبط. وونس ان عدد الفوتونز اللي انا محتاجها عشان اعمل صوره بشكل مظبوط وصل للفوتو دايت، يبقى معنى كده بعمل ترمينيشن للاكسبوجر. فبالتالي انا هنا بعمل فيدباك، الفيدباك ده قائم على الاكشوال فوتونز اللي عدت في الايمج ريسبتور، ودي حاجه طبعا بتدي لي طبعا يعني نظام ادق بكتير جدا على الكنترول بتاع الاكسبوجر. ممكن نفس الحاجه يتعمل بحاجه اسمها انرجيشن تشامبر. ده بقى بيتحط الانرجيشن تشامبر بتتحط اساسا يعني قبل الايمج ريسبتور، يعني بدل ما بحطها في يعني بعد الايمج ريسبتور زي الفلوريسنت سكرين هنا، لا انا بحطها قبل الفلوريسنت قبل الايمج ريسبتور. الايونيزيشن تشامبر دي بتقيس لي يعني كل ما الفوتونز بتمشي فيها بيسكلي بتعمل ايونيزيشن داخل التشامبر، ومنها بقياسها بقدر اعرف عدد الفوتونز اللي مشيت كام. طبعا يعني بتستعمل نفس المعلومه بقدر برضو ان اعمل كنترول على الاكسبوجر سويتش، او لما بوصل لعدد الفوتونز المناسب بعمل ترمينيشن للاكسبوجر. طبعا لو احنا بصينا كمقارنه بين النظامين دول، انا في اعتقادي النظام ده بيبقى افضل شويه، علشان بيسكلي احنا كنا بنقول ان احنا لما بنخلي فيه مسافه بين الاوبجكت وبين الايمج ريسبتور ده بيبقى بيعمل لي بليرنج زياده. فاحنا بيسكلي مش عايزين يبقى فيه هنا حاجه بين الاوبجكت، بين الحاجه اللي احنا بنصورها، بين الشخص اللي احنا بنصوره والايمج ريسبتور. دايما بنحب السبجكت يبقى يعني دايركتلي ان كونتاكت مع الايمج ريسبتور عشان نقلل الفوكال سبوت بلر مثلا. فبيسكلي بنتكلم على السيستم اللي فيه ايونيزيشن تشامبر، ده عيبه ان هو بيخلي في مسافه بين الاثنين، فبالتالي ممكن النظام ده يكون افضل شويه. بس عموما لو احنا بنتكلم على نظام الاوتوماتيك اكسبوجر كنترول، ده الحقيقه بيديني تحكم افضل وتحكم قائم على الاكشوال اكسبوجر اللي حصل للايمج ريسبتور، بدل ما انا بحدد الكلام ده بطريقه فيد فورورد، يعني بطريقه بحدد بس بالظبط الكرنت اللي مشي كام في التيوب والوقت اللي مشي فيها قد ايه، من غير ما اعرف عدد الفوتونز اللي وصل فعليا للايمج ريسبتور كام.